اليوم لاسما اوفيسيال نتاع الميد دي سيريس شرفتونا بحضوركم. كما كنا نشوفوا في البريزونطاسيون ابارتير من اليوم الميد دي برو ميد دي والميد دي لايت موجودين في السوق التونسيه. الميد دي برو سامحوني الميد دي برو يكون في ديسمبر ان شاء الله موجود. الميد دي والميد دي لايت اللي موجودين حاليا في الاسواق التونسيه. الريفوليسيون مع الميد سيريز ميد دي سيريز اللي هي لا جينيراسيون نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال. كونت اون بارل دانتيليجنس ارتيفيسيال اون بار با دو سوفت اون بارل دو هارد. هواوي الاولى في العالم اللي الميكرو بروسيسور فيه لو ام بي يو اللي نسميوه احنا بروسيسور نورونال اللي كيما نقولوا نورونال نينو نورون اللي نورون معناها المخ اللي يجري في التليفون. لو ام بي يو هذا يقوي في البويسونس تاع التليفون, يقوي في الرابيديتي تاع التليفون, في الجيستيون تاع التليفون, في لي باتري, في المود دو كونسوماسيون باتري. اون بريمير في العالم اللي تخلي التليفون اكثر سور اكثر بيرفورمور لي زاتونت تاع الكونسوماتور العالم وفي تونس اكيد. بيان سور ديما نعملوا معنا الكولابوراسيون نتاعنا مع ليكا. سوف كو مع الميد دي سيريز الكولابوراسيون اللي كانت في لي زاباري فوتو ساماريت طلعنا في الجام ولينا ان كولابوراسيون مع ساميلوكس هاش اللي هي اون بارمي لي جام من الاود جام نتاع ليكا. كولابوراسيون تتعاود من الاول وجديد نقويو البيرفورمانس نتاع لاباري فوتو. الوقت اللي نبداو في لغه ما نعرفوهاش خاصه يسوفي نحطو التليفون والتليفون يقول لنا يعمل ترادكسيون نتاع اللونغ على لوبجي هو بيدو مثلا ان امبلاج يبدلنا اللغه اون انستونتاني اون ديسكسيون كيف كيف ولا انترفيو سبيسيالمون بور لي ميديا مثلا اذا كان نعملو في انترفيو مع انسان ولا الانترفيو في بلغه اجنبيه ما نعرفوهاش تصير ترادكسيون اون انستونتاني. هذا حاجه من الفوائد اللي موجوده مع لو ام بي يو اللي في الميد 10 سيريز خاصه الميد 10 برو والميد 10. ما نساوش الميد 10 لايت اللي هو السكسي في العالم وان شاء الله يكون السكسي في تونس اللي هو اول تليفون في العالم اللي فيه 4 كاميرا وفول فيو. فول فيو بالتبسيط هي 83% من الفساد معناها نتاع التليفون هي اكران. مساسين بال 16 في الكاميرا, مساسين بال 4 ولينا نحكيو على 18 في الميد 10 لايت في الميد 10 برو كيف كيف. لافونتاج سي كو حبينا التكنولوجيا واول تليفون في العالم اللي كانت كاميرا فول فيو يكون اكسيسيبل للتونسي. وقررنا كونو التليفون هذا باش يكون اقل من البار نتاع 1000 دينار اللي باش يكون 999 سامحوني اللي موجود حاليا في السوق التونسيه.